رؤية الدولة في الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بأهداف التنمية الوطنية والتنمية المستدامة بوضوح حول هذه المستهدفات وأيضا بشموليتها. لعل أهمها هذه المستهدفات هو ما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وحرصت طبعا وزارة الاقتصاد على التركيز على أن يكون هناك اقتصاد تنافسي، اقتصاد فيه ابتكار، وأيضا بقيادة وطنية. لوزارة الاقتصاد رؤية طموحة تتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2021 عبر رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعاً يتركز على الكثير من قطاعات الأعمال، أهمها ما يتعلق ببيئة الأعمال، بتنافسية أيضاً اقتصاد دولة الإمارات، أيضاً ما يتعلق بتشجيع ممارسة الأعمال في دولة الإمارات. أحد أهم القطاعات التي ركزنا عليها هو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حماية حقوق المستهلك، وكذلك حقوق الملكية الفكرية للأنشطة الاقتصاد المختلفة في دولة الإمارات. لعل أحد أهم ميزات اقتصاد دولة الإمارات هو مرونة هذا الاقتصاد وانفتاحه، وأيضا شموليته من ناحية القوانين والتشريعات التي تحكم هذا الاقتصاد في هذه الدولة. حول موضوع الاستدامة في القطاع الاقتصادي، طبعا وزارة الاقتصاد ركزت على مجموعة من المبادرات التي تحقق هذه الاستدامة في الاقتصاد الوطني. أحد أهمها هي المبادرة المتعلقة بالابتكار، ووضع مستهدف واضح وهو 5% مساهمة للابتكار في الناتج الوطني لدولة الإمارات بالعام 2021. هناك أيضا مستهدفات أخرى تتعلق بالنمو في القطاع الصناعي، مستهدفات تتعلق أيضا بزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها أيضا في الناتج الوطني لدولة الإمارات، رفع من 60% إلى أكثر من 80% خلال 10 سنوات القادمة. كذلك نحن ركزنا على أهمية أن يكون هناك اندماج للمواطنين في القطاع الخاص. نحن أيضا نفتخر بالقرار الصدر من مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد أيضا بأن تكون هي أيضا عضو في اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة. ونحن طبعا في دولة الإمارات نتطلع بأن نكون مشاركين وبقوة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030.